أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر لفخامة الأخ الرئيس الباجي قائد السبسي ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيقة على الاستضافة الكريمة. كلمة قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية. الإرهاب بات يهدد الدولة الوطنية في منطقتنا، والسلام العادل والشامل هو المخرج الوحيد للصراع العربي الإسرائيلي. كثير في تاريخ أمتنا العربية إن إحنا هنرفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة. 14.5 مليون مصري مستفيد من قرارات الرئيس الخاصة بالأجور والمعاشات، والحكومة تستعد للتطبيق في الأول من يوليو المقبل. ووزارة المالية 60 مليار جنيه تكلفة حزمة الإجراءات الاجتماعية لقرارات الرئيس وبدء التنفيذ أول يوليو. وزارة الصحة تبدأ الاستعداد لمواجهة مرض السرطان بعد تكليفات الرئيس السيسي.